كما أعلنت هالة زايد أن اتفاقية تحالف كوفاكس تضمن لمصر 40 مليون جرعة من لقاح كورونا. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر تسلم هذه الجرعات خلال العام الجاري. اتفاقية التحالف الدولي أو كوفاكس اتفاقية تضمن لمصر احتياجاتها 20% من احتياجاتها بواقع 40 مليون جرعة، لأن كل واحد ياخد جرعتين وتوريدهم خلال 2021 على كل ربع سنة كمية. التحدي في الإنتاج على المستوى العالمي من الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي غير وخلى الجدول المعلن مسبقا من التحالف الدولي في بعض التحديات في يعني الأوقات بتاعة توريد هذه اللقاحات.